مريومة الجميلة، وأخيراً التقينا. أخيراً يوم فلوحة على فكرة أنت أحلى بالحقيقة. أمرك. أهلاً يا بنات ويا شباب، طلعت من يوم فروحة. أنا لازم يومية أسجل حضور يوم هاي البنية، والله ولا رقت لها عافية خطية، بعدها باقية بالمستشفى قاعد يسألون شلون صارت، والله بعدها دعولها إن شاء الله تقوم بالسلامة. ما عليكم تصور سنابات، وهاي هي قوية ترى، بس تعبانة الحجب بيناتنا من هذول اللي يحبوني يكابرون وهاي، بس هي كلش تعبانة كلنا. هي اليوم الميك اب سوالي يا عمورة، يمكن قلت لكم لو لا وين قلت، لا ما قلت لكم. عمورة عاشت ايده خبل والله. طبعا العوائل العراقية اللي اشوفها واني اسوق، خصوصا البنات، يعني يجي اذا تخطفون وما تصير صدفه نحكي عشان امر لكم 6000 فدوه و6000 بوسه وكميه كبيره من الحب والاحترام والتقدير. يعني انا جدا ممنونه والله العظيم، يعني ما ادري شنو اقول، مرات يعجز اللسان عن وصف هاي المحبه وهاي طاقتكم الايجابيه. بعد لا حد يقول لي طاقتك ايجابيه، انتوا اللي طاقتكم ايجابيه، انتوا اللي يشحنوني. الله يحفظكم ويخليكم ويحفظ عوائلكم واحبابكم وناسكم يا رب، والسعاده لروحكم وين ما تكونون. امين يا رب. كنت اسمع بحب القصص وياك شفت الاحلى، كنت اسمع بحب القصص وياك شفت الاحلى، تتقبل شبيه نقص مو الا انت تكمله، لكن انت اللي يكبر بالزعل وياي قلبه وعقله، تفهمني وليا مرحلة تحكيها قدامي قبل لا أكمل أنا الجملة. شلون بيك؟